ومعنا عبر الهاتف للتعليق على هذا الموضوع الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي. مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف سترد الأمم المتحدة على ما قام به الحوثيون؟ هل ستكون الإدانة هي النتيجة الوحيدة أم سنشهد ربما قرارات أخرى؟ مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين. ربما كان هناك بيان صدر عن المنسق الشؤون الإنسانية، ولكنه بحسب مراقبين للشأن اليمني وناشطين حقوقيين في اليمن اعتبروه بيانا باهتا، لأنه لم يوضح بشكل قاطع أو جلي من الجهة التي أعاقت وصوله إلى تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية هناك. وبالتالي الأمم المتحدة مطالبة أولا بموقف واضح وجلي كما أشار لذلك وزير الخارجية اليمني، من أجل أن يعرف المجتمع الدولي ويعرف الناس والرأي العام من هي الجهة التي تقف ضد أي محاولة للاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، وبالتالي تحديد موقف منها. من الواضح أن ميليشيا الحوثيين وصالح هم الجهة التي تشن عدوانها باستمرار على المجتمع اليمني منذ أكثر من عامين، وبالتالي هي الجهة أو الطرف الذي كان سببا في خلق كل هذه المعاناة والمآسي، وهو الذي يحاول التغطية على الحقائق على الأرض حتى لا يطلع عليها الرأي العام. وبالتالي للأسف الشديد هناك يعني موقف غير واضح وباهت من جانب الأمم المتحدة إزاء إذن سيد محمد، يعني كيف يبدو الوضع العسكري في تعز حتى أقدم الانقلابيون على منع دخول الوفد الأممي؟ هل يتفوقون في هذه المنطقة في عدتهم وعديدهم؟ ليس تفوقا، ولكن من الواضح هم أنهم أن الحوثيين يعني الميليشيا الانقلابية هي محاصرة للمدينة تعز من كل الجهات، من خارج المدينة بعد أن فقدت سيطرتها على المدينة عمدت إلى فرض حصار من الخارج ونشر نقاط تفتيش على مداخل المدينة. وبالتالي المبعوث أو المنسق الشؤون الإنسانية المسؤول الأممي كان في طريقه للمدينة من جهة إب، وإب محافظة إب لا تزال تحت سيطرة الميليشيات حتى الآن، وبالتالي لا يمكن المرور إلى تعز أو الوصول إلى تعز إلا من خلال نقاط التفتيش التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين يعني على مداخل مدينة تعز. أما من الناحية العسكرية فالمدينة تعز شبه محررة من الداخل من ميليشيا الحوثيين، يعني وهم فقط عمدوا إلى محاصرة المدينة من الخارج ومنع أي إمدادات غذائية أو زيارات لمسؤولين أمميين للإطلاع على حجم المعاناة والمأساة. نعم، هل من تسريبات جديدة حول العملية السياسية في اليمن في ظل التقدمات التي يحققها الجيش اليمني؟ كان هناك حديث عن جولة مرتقبة للمبعوث الأمين العام الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة لإعادة يعني تفعيل مسار العملية السياسية، ولكن يعني للأسف الشديد حتى الآن هناك إشكالية كبيرة أولا في الموقف الأممي من ميليشيات الحوثيين الانقلابية، ولم تتخذ موقفا صارما لتجريم الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها هذه الميليشيات، وبالتالي مساندة التحالف العربي لإنهاء أو حسم المعركة عسكريا والعودة إلى الشرعية واستعادة الشرعية في البلد وتحرير المجتمع اليمني من قبضة هذه الميليشيات. يعني اليمنيون يأملون بموقف أكثر حزما وصرامة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة إزاء الحالة اليمنية، بحيث لا يكون هناك محاولات للبحث عن إنقاذ للانقلاب فقط أو محاولة لمكافأة الانقلابيين على جرائمهم بحق اليمنيين من خلال الترويج للتسوية السياسية تتجاهل المرجعيات الأممية بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية. نعم، الصحفي اليمني محمد الأحمدي كنت معنا في نشرة الحصاد، شكرا جزيلا لك.